ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي. مساء الخير سيد الوزير. مساء الخير سيد الوزير، نريدكم في البداية أن تضعونا في صورة المجهودات المبذولة لضمان إنتاج كافي من الكمامات، خاصة وأنه بعد دخول إجبارية وضع الكمامات حيز التنفيذ العديد من الأشخاص اليوم قالوا بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الكمامة في كل نقاط البيع. لص المغاربة يعرفوا أنه الحمد لله بتعليمات سامية ديال صاحب الجلالة، هذه أكثر من 3 أسابيع بدينا كنوجدوا هذه الكمامات. الآن اللي توجد في المغرب وهو الإنتاج اليومي اللي تجاوز 3 مليون ديال الكمامات يوميا، واللي تقدم للسوق وهو أكثر من 5.4 مليون لحد الآن. إن يالله بدينا في توزيع ديال الكمامات، بدينا بالأسواق الكبرى هذه يوم الاثنين إلى البارح، أولا الأسواق الكبرى، وبعد ساعة ونصف جميع ما توجد في الأسواق الكبرى تشرى، لأن كان واحد مشاو الناس يشريوا أكثر من داكشي من اللازم، لكن ما كاين مشكل الحمد لله. المنتوج المغربي غادي يوصل لاكثر من 5 مليون ديال الكمامات يوميا من يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله، ويوميا كنوضعوا في السوق اليوم اكثر من 5 مليون ديال الكمامات. اذا ما غادي يكون مشكل كيف ما كانش المشكل. طيب وين ما غادي يكون مشكل الكمامات. سيد الوزير، ماذا عن التوزيع؟ ماذا عن التوزيع ومنهجيه التوزيع على اعتبار انه من المفروض ان تصل الكمامات بعد صدور ذلك البلاغ المشترك ان تصل الى كل ركن وزاويه في ربوع هذا الوطن، الى القرى، الى اعالي الجبال، الى كل مناطق المملكه، هل هناك اكراهات مرتبطه بعمليه التوزيع تجعل الكمامات غير موجوده لحد الساعه في كل محلات القربة التجاريه، بمعنى محلات البقاله القريبه من المواطنين حتى لا يضطروا للتنقل لمسافات بعيده، وكذلك اعتبارا لمنطق طبعا التجاره في العالم القروي؟ الان ما كاين اي مشكل، 66 الف نقطه بيع عبر المملكه وصلنا لها ما بين البارح في الليل واليوم، لان استعملنا جوج ديال الشركات كبرى اللي كتوزع الحليب عبر المملكه، والحمد لله يعني وصلنا انه اليوم 66 الف نقطه بيع، يعني هذا رقم ما كناش يمكن نتخيلوه هذه بعض الاسابيع. اللي وقع هو بدينا بهذوك لي غراند سيرفاس ومشاو الناس شراو اكثر من اللازم، لكن ما كاين مشكل. من بعد ما عطينا بدينا بهاد لي غراند سيرفاس، اليوم الصباح بدينا في جميع نقاط البيع عند البقال في جميع انحاء المملكه، ما بين اليوم وغدا ان شاء الله غادي يكون عندهم كلهم. اليوم الصباح جميع هذوك الشركات الكبرى عاوتاني خضوا اكثر من 2 مليون ديال الكمامات. اذا ما كاين مشكل في الكمامات، غادي نعيش واحد الفتره ديال يومين او 3 ايام، غادي خصنا نصبروا شويه، لان ماشي حيت ما كاينينش الكمامات، لان المغاربه ما كانوش يعني كانوا متخوفين انهم ما يلقاوهمش، ولكن كيف قلنا لكم في التموين ان الحمد لله لحد الان حتى حاجه ما خاصه في المغرب. التعليمات ديال صاحب الجلاله كانت واضحه انه حتى حاجه ما تخص السوق، والحمد لله يعني وصلنا النتيجه في الكمامات ما غادي يكون مشكل. وكنقول لكم من دابا بعض الاسابيع المغرب غادي يمكن له يصدر الكمامات، كنعاود ناكد من بعد بعض الاسابيع المغرب غادي يصدر الكمامات
مصنعة في المغرب. طيب ماذا عن معايير الجودة معالي الوزير؟ لأنه طبعا هذه الكمامات المطروحة للبيع هي بثمن 80 سنتيم على أساس أن الفرق في التكلفة سيؤدى من صندوق تدبير الجائحة، ولكن بالمقارنة مع الكمامات الموجودة في الصيدليات، الكمامات كذلك التي تعتمد في المستشفيات، هل جودتها هل فعلا 100% تقي من الفيروس؟ هي الجودة ديالها تبع المعايير الدولية، باش نكونوا واضحين، الكمامات هادو ماشي الكمامات اللي تيستعملوا الأطباء اللي كيكونوا في المستشفيات، هادو هما الكمامات اللي كتلقاو في الصيدليات، هادو الكمامات اللي يستعملوهم المواطنين، عندهم المعايير الدولية، وعندنا المؤسسة ديال إيمانور اللي عندها كتعطي لهاد الشركات اللي كيصنعوا يعني واحد الطابع أنهم يمكن لهم يبيعوا في السوق، لأن هذه الكمامات اللي عنده أهم وهو المواد باش يكونوا مصنعين خصهم ما تكونش مضرة للصحة ديال المواطنين، هذا متوفر. ثانيا أنه الكمامات يمكن الإنسان يتنفس فيها، وثالثا وهو الكمامات ما يخرجوش هذوك لي بوستيون من الكمامات، وهذا الشيء كله هذه المعايير تابعين معايير دولية موجودين في هذه الكمامات. شفنا بعض لي فيديو واش غادي نشوفوا البريكي واش كيطفى او ما كيطفاش هي وكذا، هادو معايير اخرى ماشي معايير ديال الكمامات الطبيه، ماشي الكمامات ديال المواطنين، الكمامات العاديين. اذا انا ماشي طبيب، هادشي اللي كيتعطانا من المعايير الدوليه متابعينها مع وزاره الصحه، اذا هاد الكمامات مهمين جدا للمغاربه الصحة المغاربة. سيد الوزير، يعني أطلقتم عددا من التطمينات حول الكمامات، حول جودتها، حول كذلك توفرها في الأسواق، ماذا عن الجديد بخصوص تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي؟ نريد منكم توضيحات أوفى، يعني أجهزة تنفس اصطناعي محلية الصنع. إذا سمحت لي نرجع نقطة أخيرة للكمامات، هذه الكمامات جميع الدول الأوروبية كتعيط باش يمكن لها تشريهم من المغرب. عندي اجتماع غدا في الصباح في 8 الصباح مع دولة أوروبية من أهم الدول الأوروبية باش يمكن لها تشري هاد الكمامات، لكن مستحيل أننا نصدرهم محد المغاربة ما توصلش بهم كلهم. نرجعو لي ريسبيراتور، هذاك أجهزة التنفس مهمة جدا لأنها كتستعمل في المستشفيات، وكيف شفتوا عبر العالم يعني تفقدوا الآن ما موجودينش، ولو بغيتي تشري هاد أجهزة التنفس ما موجودينش، ولهذا طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة أنه جميع الطاقات المغربية والأجهزة إلى يمكن لها تعاون باش وزارة الصحة يكون عندها جميع الإمكانيات، كانوا أطباء وخبراء ومهندسين خاصة في قطاع الطيران، لأن عندنا شركات في مستوى عالي جدا بشباب مغربي عنده تكوين دولي في مستوى عالي، وجدنا ذاك الأجهزة ديال التنفس للمستوى الأول، وشفنا الأطباء اللي عطاونا بعض المعايير جديدة اللي كنا غادي ندخلوها في لا فيرسيون 2، يعني ملي نوجدوا المرة الثانية هاد الأجهزة كنا غادي ندخلوا لها هاد يعني هاد لي كابتور اللي هما خاصين، لكن الحمد لله المهندسين تفوقوا وأنه اليوم قدموا لنا هاد الأجهزة فيهم هاد الخصوصيات اللي بغاوهم الأطباء المغاربة، وعندنا الحمد لله أطباء في مستوى عالي يعني خبرة في هاد الأجهزة ديال التنفس، واشتغلوا مع الطاقم ديال قطاع الطيران المهندسين مع الطاقم ديال الوزاره وجميع الاساتذه اللي تدخلوا في هاد اكثر من 20 ديال الاساتذه، والحمد لله عطونا نتائج مهمه جدا. طيب سيد الوزير، ماذا يعني عن مستقبل اعتماد هذه الاجهزه، اجهزه التنفس الاصطناعي محليه الصنع، كيف سيتم تجريبها، متى يمكن اعتمادها، على ماذا يتوقف يعني طبعا اعتماد هذه الاجهزه، اجهزه التنفس الاصطناعي، هل هناك امد زمني متوقع؟ اللي كاين وهو من دابا اسبوعين ان شاء الله غادي يكونوا موجودين 500 ديال الاجهزه ديال التنفس في هذا المستوى الثاني اللي قلت لكم، والشركه وجميع الطاقم اللي الان كيشتغل
هما كيوجدوا باش نصنعوا شيء غير 500 ديال الاجهزه، ولكن غادي ندخلوا لمعامل اكبر باش يمكننا نصنعوا اكثر. غادي نصنعوا كل ما خص المغرب في هذه الاجهزه، وغادي ان شاء الله الى تفضل اقتضى الحال انه المغرب يصدرهم، ولماذا لا؟ يمكن نصدروا هذه الاجهزه. اللي غادي نشوفوا ايضا وهو هاد اجهزه التنفس كتجي تعاون اجهزه التنفس للمغرب، عنده منهم في وزاره الصحه موجودين باش يمكن لنا الى اقتضى الحال يخففوا على الطاقم ديالنا في وزاره الصحه، وهذا مهم جدا. جميع البلدان حاولوا يوصلوا لذاك المستوى الاول، ما وصلولوش الحمد لله. المهندسين المغاربه وصلوا للمستوى الاول، والان زدنا المستوى الثاني، وكنتمناو من بعد ما نوجدوا هذه 500 اننا ندوزوا لشي مستوى اعلى ان شاء الله. سيد الوزير، كسؤال اخير ساعود الى الكمامات، يعني وما وقع في الاسواق، انتم تحدثتم عن الاقبال المبالغ فيه للمواطنين، كان هناك ايضا اشخاص حاولوا التلاعب في الاسعار، السعر اليوم محدد 80 سنتيما، ضبط يعني شخص في اكادير يحاول ان يبيعها بخمس دراهم، مجهودات وزارتكم من اجل ملاحقه المضاربين رافعي الاسعار. الى سمحتوا في هذه اليومين المقبله غادي نتكلفوا بجوج المسائل، انه التموين ديال السوق هو مهم جدا، وغادي نتكلفوا بهاد الناس، لان مستحيل التلاعب في هذا الوقت في الظروف. ما كان نشوفوا شيء انه المغاربه والثقه اللي دايرين المغاربه في جميع، احنا كيف قلت لكم كمغاربه ما يمكنش نتخيلوا انه في هذه الظروف يكون تلاعب. غادي نكونوا صارمين صارمين الناس اللي غادي يدخلوا في التلاعب في الاسعار، لان هذه الاسعار ما وصلنا لها الا بامر ديال صاحب الجلاله انه الصندوق يمكن له يعاون، الا بجميع الناس المتدخلين، لا المنتجين ولا الناس اللي في التوزيع اللي ما خاضوش يعني دوك لي مارج ديالهم، داك الربح ديالهم اللي مولفين به، ولكن ماشي باش يتلاعبوا فيه الناس. انا اللي كنقول للمغاربه ما تشريهم الا ب 80 سنتيم ب 16 ريال، لان المغرب كيصنع منهم، غادي يصنع منهم اكثر من 5 مليون يوميا، وخليو اللي شراهم باش يدير فيهم المضاربه يبقاو بين يديه. احنا ان شاء الله موجودين في المغرب هاد الكمامات، ما عندنا غراض، اللي بغى يشريهم باش يبيعهم خليهم. طيب سيد الوزير، بالنسبه لبعض المزودين الذين اقتنوهم يعني ب 80 اعلى في سابق الايام، حوالي درهمين على ما اعتقد، كيف يمكنهم تصريف يعني هذه الكميات التي تم اقتناؤها بالمبلغ الجديد الذي تم التوافق حوله، مبلغ 80 سنتيم؟ الناس هذو الشركات الكبرى اللي شراهم، لان بدينا احنا غير بالشركات الكبرى، هما الاولين اللي عطيناهم اللي كانوا بجوج درهم، هذوك احنا معاهم اتصال غادي نعوضوهم، ولكن اللي مشى شراهم باش يبيعهم هذاك مشكل ديالو. واضح. اللي شراهم بجوج درهم باش يبيعهم بخمسه او 10 درهم هذاك مشكل ديالو. واضح. شكرا، شكرا لك سيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. طبعا الكمامات موجودة في الأسواق، ثمنها محدد، والمغرب مقبل على تصنيع كميات أكبر، مقبل كذلك ربما في حال تحقق الاكتفاء الذاتي، الكلام جاء على لسان السيد الوزير، مقبل على التصدير، تصدير الكمامات لدول في حاجة إليها، لدول أوروبية أو لدول عبر العالم في حاجة إلى الكمامات.